بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: فاصبر صبرا جميلا. صدق الله العلي العظيم. ذلك الصبر المذكور ليس فيه شكوى إلى الناس، بل شكوانا دائما تكون لله وحده سبحانه، وهو القادر على كل شيء. في البداية نحييكم أيها الأحبة على هذه الوقفة التضامنية مع الإخوة المعتقلين السياسيين وأهاليهم الصابرين المحتسبين الأجر من الله. نحييكم على هذه الروح الصامدة الصلبة التي لا تعرف الكلل والملل. ولا تنسى شهيد أو معتقل أو جريح أو مطارد، فهؤلاء كلهم أحبتنا وفخرنا الذين لا ننساهم، وسنظل ثابتين إن شاء الله على خطاهم حتى تحقيق النصر وتطهير بلادنا من قبيلة آل خليفة المجرمة المستوطنة لأرض البحرين بغير حق. نعم أيها الإخوة، البعد والفراق صعب، حيث يقول الشاعر: قل للأحبة في الأعماق ذكراكم، يمضي الزمان ونبض القلب يهواكم. جاءت رسائلنا والشوق يحملنا، لا خير فينا إذا يوما نسيناكم. نعم أيها الأحبة، البعد والفراق صعب، إلا أننا راضون بما يقدره الله لنا، وفي عين الله يهون كل شيء. فعندما نحمل في أنفسنا رسالة إلهية، ينبغي علينا أن نتحمل الفراق والمشقات والصعوبات وتوقع كل أنواع البلاء. فالله سبحانه وتعالى يختبر عباده بتلك المحطات الابتلائية، وإلا كيف يحصلون على جنته؟ الإخوة الأعزاء، إننا في هذه الوقفة التضامنية، في هذا الحفل السنوي للمعتقلين، نريد أن نوجه عدة رسائل تتعلق بهذه المناسبة. الرسالة الأولى لأحبتنا المعتقلين في سجون العدو الخليفي وأهاليهم: أنتم أحبتنا، أنتم رمز من رموز صمود هذا الشعب بثباتكم وتحملكم وثباتكم على المطالب. ثقوا يقينا أن مع العسر يسر، وما ذهب هو الكثير وبقي القليل، وإن فرج الله قد اقترب، وأن نصركم واعد إن شاء الله. والسجن ما هو إلا محطة من محطات النضال المستمر من أجل الحرية لوطنكم ولشعبكم، ووقفة امتحان للقلوب من الله العزيز الجبار في أعز وأغلى ما نملك، وأن قلوبنا ستظل دائما وأبدا معكم، وحتما ستشرق شمس الحرية قريبا. فاصبروا وصابروا وكونوا مع الله، يكن الله معكم. الرسالة الثانية، وهي عدم الاستسلام للعدو وتسليم النفس، بنص أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من استؤسر من غير جراحة مثقلة فليس منا. لذلك أيها الأحبة، مهما كانت الظروف صعوباتها، عليكم بالصبر والتحمل وعدم تسليم النفس للنظام، فهذا ليس من ضمن الأعمال الحصيفة، وليس من الإيمان بالقضية في شيء. فعندما نؤمن بقضية حقة، علينا أن نتحمل ونصبر ولا نيأس من رحمة الله. إذ ليس من المبدأ أن يسلم الأب ابنه أو ابنته للطواغيت تحت أي مبرر كان، وهو يعلم أنهم لا يتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، ويجري عليهم ما يجري من جراح. وليس من الحكمة أن يسلم الثائر المؤمن بقضيته نفسه للنظام، ويقضي أيام من عمره في الطوامير والساحة أحوج له بذلك منها. كما وأننا هنا في هذا الموضع نشير بثوارنا الملاحقين، فأنه ورغم البلاءات والمحن يقدمون أبرز معاني الثورة والمقاومة في عدم الإقرار بشرعية النظام الذي يحاول العدو الحصول عليها بشتى الوسائل.
وعدم الرضوخ لظلمه وبطشه. في رسالة صمود لا تقر له إقرار العبيد: حقا يا فخر ثورتنا أيها المطاردون، أنتم توضحون مدى هشاشة وضعف هذا النظام عبر حفاظكم على أنفسكم وثباتكم على الموقف الذي هو رسالة قوة وسند لهذه الثورة المباركة. الرسالة الثالثة: دعم الإخوة المعتقلين وتوفير متطلباتهم، وهذا يحتاج إلى تكاتف من الجميع من مؤسسات خيرية واجتماعية وغيرها. وهنا نريد أن نكرر رسائلنا السابقة بضرورة التعامل مع القضايا الإنسانية بعيدا عن التحزبات السياسية، فأننا أن لم نكن منصفين وعادلين في هذه القضايا الإنسانية، فكيف نطمئن الشعب ونعطيه رسائل إيجابية مستقبلية في وطن عادل بعد زوال الطواغيت. وهنا نوجه رسالة صريحة لكل الصناديق الخيرية وجامع الزكاة والخمس والجهات السياسية: أن نسينا أخوتنا المستحقين لهذه الفراض من المعتقلين والمطلوبين والجرحى، فلا خير فينا. فهذا الكلام إن كان موجع وقاسي، إلا أن هذا الملف يحتاج إلى قول الصدق والوضوح وإبراز الحقائق بعيدا عن الضجيج الإعلامي بالخطب الجوفاء والكلام الخاوي من التطبيق، وإبراز العناوين البراقة أمام الجماهير التي سرعان ما تنكشف وتنكشف حقيقتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب التغيير، سترة، البحرين، 22 أغسطس 2014.